بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، ينطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا الرابع من خلال أشواط هذا الصباح. منذ البداية في هذا الصباح هنا بداية مهرجان اللبسة العاشر هنا في الخاص للجعدان. جائزة هذا الشوط سيارة وبقية الجوائز نقدية، حيث هنا التشريف الكبير من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القيوين اللي افتتح المهرجان وبداية المهرجان وولي عهدي الأمين حفظهم الله ورعاهم جميعا. إن دل ذلك على شيء فهو يدل اهتمام أصحاب السمو الشيوخ بهذه الرياضة وبهذه العادات والتقاليد. نسير إلى مقدمة الشوط، أرى اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول في هذه اللحظات شاهين لصالح بن سالم بن صالح المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، هنا براق عبد الله بن عيسى بن سعيد المنصوري. النقلة التالية على المركز الثالث، هناك محذر سالم بن مانع الغويص السويدي. يا سلام يا بن مانع، يذكرني هذا الاسم بمحذر الاولي، بمحذر الاولي. يا سلام يا سلام، نتمنى له التوفيق. ننتقل مباشرة الى المركز الرابع، هنا سراب سيط بن سالم بن راشد الاجتبي. انتقل الى المركز الرابع في هذه اللحظات، والمركز الخامس، المركز الخامس اصبح من نصيب غازي مبارك بن حمد بن عود العامري. والمركز السادس اصبح من نصيب سلاب علي بن خليفة بن محمد بن شاهين بالصلف المرر. هذه نتيجتنا ايها الاخوة مشاهدينا مستمعينا الاعزاء. ونعود والعود احمد الى المركز الاول، نعود الى سراب. سراب وتسرب مبكرا، تسرب مبكرا الى المركز الاول. هذا هو سراب، هذا هو سراب، هذا هو القوي في هذا الشوط. هذا هو سراب، تعود ملكيته لشتيط بن سالم بن راشد الاجتبي في مقدمة الشوط. الله الله الله، يا سلام يا شطيط. ننتقل مباشرة الى المركز الثاني، هنا شاهين، شاهين صالح بن سالم بن صالح المري. انتقل الى المركز الثاني ضيفنا العزيز، ايضا نرحب بكل الضيوف والاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الميدان. نسير الى المركز الثالث، المركز الثالث اصبح من نصيب براد عبد الله بن عيسى بن سعيد المنصوري. والمركز الرابع اصبح من نصيب محذر سالم بن مانع الغويص السويدي. والمركز الخامس اصبح من نصيب الطاغي السهيل بن سعيد بن عبيد الاجتبي. والمركز الخامس او المركز السادس، اللي خذ المركز السادس غازي 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 مبارك بن حمد بن عود العامري. هذه النتيجة، 1500 متر ما تبقى عن خط النهاية. وسراب، سراب اللي بدأ يباعد المسافة، بدأ يباعد المسافة. سراب كما تشاهدونه عبر الأثير، عبر دبي ريسنج، هنا الناقلة الحصرية لهذه الانطلاقات الجميلة. يا سلام الله يا سراب. سراب في المركز الأول، اشتيط بن سالم بن راشد الاجتبي في المركز الأول، مسيطر على الموقف، مسيطر على السيارة. يا سلام يا أنس، يا أبو المر، جهز السويج، جهز السويج لأيضا لسراب، 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 سراب، سراب، اشتيط بن سالم بن راشد الاجتبي. الله الله، ننتقل مباشرة هنا الطاغي أيضا بيطغي، الطاغي يبغي يطغي، الطاغي، الطاغي سهيل بن سعيد بن عبيد
بن عمير التسبي في المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث أصبح من نصيب غازي عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي، وأول إذاعة له، أول إذاعة اللي خذ المركز الثالث. المركز الرابع أصبح من نصيب سلاب علي بن خليفة بن شاهين بالصلف المرر، والمركز الرابع أصبح من نصيب محذر سالم بن مانع الغويص السويدي، والمركز الخامس أو المركز السادس مثير للدودة بن قنازة بن مسلم بن حمرور العامري. الله، نحن نغترب أيها الإخوة، نغترب 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 من السيارة، نغترب من السلامات، نغترب من الناموس. الله الله الله، سراب شطيط بن سالم بن راشد التسبي، ولكن هنا الطاغي، الطاغي طغى، طغى الطاغي، طغى الطاغي، غير النتيجة الطاغي. هذا هو الطاغي، الطاغي في المركز الأول غير النتيجة، خذ المركز الأول سهيل بن سعيد بن عبيد بن عمير التسبي. سلام سلام يا بن عمير، سلام لأم فنين، سلام للشارجة، سلام للرملة، تهانينا لمالك الطاغي سهيل بن سعيد بن عبيد بن عمير التسبي المركز الثاني. سراب لشطيط بن سالم بن راشد التسبي المركز الثالث، وصل فيه غازي عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي المركز الرابع، سلاب لعلي بن خليفة بس بن محمد بن شاهين بالصلف المرر، والمركز الخامس وصل فيه غازي مبارك بن حمد بالعود العامري. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. والتوقيت الزمني، التوقيت حين وصول الطاغي لسهيل بن سعيد بن عبيد بن عمير الاجتبي، أيضا طغى بالسيارة وطغى بالناموس وطغى بالزعفران. الله، 6 دقائق التوقيت الزمني، 6 دقائق 33 ثانية وست أجزاء وثلاث أجزاء من الثانية، 6 دقائق 33 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك، الناموس للسهيل، للسهيل بن سعيد بن عبيد بن عمير الاجتبي. 6 دقائق 33 ثانية، 6 أجزاء من الثانية هو التوقيت الطاغي اللي طغى بالناموس بالفعل، وذهب السلام إلى 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 الشارجة، إلى منطقة الرملة، إلى منطقة الرملة. المركز الثاني وصل فيه اللي هو سراب لشطيط بن سالم بن راشد الشتبي، حيث أنه قطع المسافة في 6 دقائق 36 ثانية وخمسة من الأجزاء. تهانينا لمالك سراب شطيط بن سالم بن راشد الشتبي، حيث اللي هي في المركز الثالث اللي هو غازي عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي، وقطع المسافة 6 دقائق 41 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لعبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي، وتهانينا لجميع الأخوة الفائزين هنا بالخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا اليوم، في أول يوم مهرجان وانطلاقة مهرجان أم القيوين، وتشريف من سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى حفظه الله ورعاه، أيضا الذي يرعى برعايته دائما هذه الانطلاقات ودعمه.